خالد علي الجلاف رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي، وأيضا نائب رئيس تحرير مجلة حروف عربية، خطاط مشارك في معرض دبي الدولي لفن الخط العربي ضمن بينالي الخط لهذه السنة 2023. مشاركتي في هذا المعرض من خلال عملين حول آية الكرسي، أحدهم بالخط الكلاسيكي والثاني بالخط الكلاسيكي ولكن بأسلوب عرض حديث. يعتبر هذا المعرض من المعارض المهمة على المستوى العالمي وبالتحديد في مجال فن الخط العربي، حيث تحتفي دبي ودولة الإمارات بالخط والخطاطين في فعالية كبيرة نستذكر من خلالها هذا الفن العظيم، فن العرب الأول وفن المسلمين الأول، فن الخط العربي. بلا شك المشاركة قوية من خلال خطاطين عالميين من ذوي المستوى العالمي وكذلك من أصحاب الذوق العالي في الزخرفة المصاحبة لهذه اللوحات، فهذه المشاركة تعتبر وسام فخر على صدورنا نحن الخطاطين. نشكر من خلالها هيئة الثقافة والفنون في دبي وكافة من يرعى مثل هذه المعارض في دولة الإمارات. معكم محمد بندي، فنان تشكيلي خطاط من الإمارات. شاركت في معرض الخط في دبي، التظاهرة الجميلة بلوحتين. أول لوحة اللي هي دعاء سيدنا هاجر رب اغفر وارحم بين الصفا والمروة، واللوحة الثانية اللي هي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طبعا لوحة كتبت على ورق مقهر بالخط الكوفي المربع ومع الزخرفة الإسلامية. صباح الأربيلي، عراقي، مشارك بلوحة واحدة في البينالي. اللوحة عبارة عن لوحة نسخية بخط النسخ لسورة ياسين، معمولة بطريقة مبتكرة جديدة، وهذه أول مرة أشارك في المعرض من سنوات عديدة، وهذه التظاهرة الجميلة بصراحة ما نشوفها في أي مكان، والاهتمام الكبير بالخط العربي. الشكر لدولة الإمارات لإنجاز هذا العمل الإنجاز الكبير. اسمي حاج نور الدين مي كونجيان، أنا جئت من جمهورية الصينية الشعبية، واليوم أنا مشارك في المعرض لخط العربي لدبي، ويقدم لوحتين، ومكتوب واحدة بسم الله الرحمن الرحيم، وثانية مكتوب لا إله إلا الله، وكتبت خط العربي بأسلوب الصيني. هذا المعرض جميل جدا، وكذلك يوجد الخطاطين متفوقين في العالم، هم يقدم أعمالهم جميلة بخط مختلفة، خط الكوفي موجود، خط الثلث موجود، خط النسخ موجود، خط المعاصر موجود، وكل شيء تمام، وكتب متفوقين جيدا، منسوب عالية فعاليات جميلة جدا، وإنني سعيدا بمشاركة في هذا المعرض. علي ممدوح عبد الحليم، خطاط ومصمم زخرف إسلامية. شاركت بالمعرض عبارة عن لوحة أذكروني أذكركم. المفروض أن اللوحة بتشمل أن بعد الصلاة في ذكر كثير، وأثناء طواف الكعبة في ذكر دائما، ودائما بنذكر الله باستمرار. نرجس نور الدين من دولة الإمارات، مشاركة في معرض بينالي دبي للخط العربي. موجودة لوحتي هي آية أسماء الله الحسنى. طبعا هي فكرة اللوحة هي أن الله سبحانه وتعالى هو محور الكون وموجود في منتصف اللوحة، والأسماء الله الحسنى 99 هي تدور حول لفظ الجلالة. أنا مهندس باسم زبيب، مؤسس أرابيسك للفنون بدبي. أنا بمثل الخطاط الأستاذ وحيد جزائري من إيران. أستاذ وحيد متخصص بالخط الكوفي. لوحته المشاركة في هذا المعرض هي مطلع مستهل سورة النبأ، كتبها بالخط الكوفي المشرقي.